السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عايز أكسر شهادة والنبي. طبعا. أدي رقم الحساب. تمام. كده أنا محتاج أستاذ عادل عطية. هو متوفي. أنا أمي ياسين اللي الشهادة باسمه. طب هستأذنك في البطاقة وإعلام الوراثة. اتفضل. ياسين عنده كام سنة؟ 9 سنين. تحت 21 سنة لازم إذن من المجلس الحزبي. إذن مين؟ المجلس الحزبي. حضرتك لازم تروحي هناك تجيبي جواب بالموافقة وتيجي هنا عشان نفك الشهادة وتصرفي على طول. يمكن حضرتك مش فاهمني، دي شهادة ابني، آخد إذن من مين؟ أنا يا فندم ده السيستم. حتى لو هي فلوس ابني؟ هتوحشينا يا مدام امينه. اتفضل. ده كتير علينا ده. انتوا مش محتاجين عزومه. جد بنتي منه لله مضى انه جوزها وهي 14 سنه. انا عايز اشتكي. طيب حضرتك خدي ورقه اكتبي فيها الشكوى وصفي فيها كل حاجه. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جوزي متوفي والعيال عندهم شهادات. محتاجة أكسرها فقالوا لي أجي هنا. طيب اسم المتوفي إيه؟ عادل عطية السيد. والقصر ياسين وفرح. مظبوط. طيب إحنا كده بقى محتاجين الأستاذ عطية السيد اللي هو الجد. ليه؟ أنا أمه؟ أنا عارف إن حضرتك أمه، بس إحنا محتاجين اللي معاه الوصاية على مال القصر اللي هو الجد. يعني إيه الوصاية؟ يعني هو الوحيد المسؤول عن أي فلوس تخص الولاد. وأنا أمهم ما أقدرش؟ إزاي؟ ده أنا أدرى واحدة هما محتاجين إيه؟ ماشي، بس برضو في وجود الأستاذ عطية السيد اللي هو الجد. هو أنتوا يعني مستصغريني ولا إيه؟ ده أنا حتى المبلغ اللي عايز أسحبه مش كبير. إن شاء الله لو جنيه ما ينفعش. القانون بيقول طالما الزوج توفى يبقى الوصي هو الجد. وانا الام ما اقدرش؟ يعني انا ولادي يبقوا وارثين وانا مش عارفه اخد الفلوس دي عشان اصرف عليهم؟ يجي الوصي وعناية الاتنين ليكي ولياسين والفرح، بس بعد اذنك. تعالي كده شويه عشان في بعدك ناس. اجي كده ازاي؟ حضرتك ما حلتليش مشكلتي. اللي بعده. اللي بعده ازاي يا استاذ؟ بقول لك انا لسه المشكله. كده حبيبتي.